هسه لازم ارجع للبيت، الوقت متاخر كلش. هسه اهلي راح يصير هاي شنو الصوت؟ جاي اسمع صوت مال واحد يبكي. اوه هذا طفل، هذا طفل لو شنو؟ بس دقيقه يا الطفل. السلام عليكم. هلا عمو، ليش تبكي؟ ارفع راسك ارفع راسك، لا تبكي لا تبكي. ليش تبكي؟ هذا ايش بينا انا بنص الليل سبيش او ساعه بالتسعة ونص؟ اقول لك بس باولي 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 باولي، ليش تبكي باولي؟ تعال وين وين هاي شيء؟ لا 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 ارجع 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 ارجع، بس خليني اقول لك شغله. وين اهلك؟ لا لا ارجع ارجع، بس خليني اقول لك شغله. وين اهلك وين اهلك؟ تعال وياي تعال 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 تعال. بس لا هاي انا وين؟ شنو هذا المكان؟ الطفل وين؟ اوه هاي قلعه. الطفل وين؟ الطفل هذا المكان شنو؟ الطفل وين؟ الطفل كان موجود طفل يمي، والله ما اعرف شنو صار. خلي اشوف هذا المكان شنو. هاي شنو؟ وين انا وين؟ دقيقه دقيقه، خلي اشوف هذا المكان شنو موجود بيه. اعتقد هذا البيت مال الطفل، والله ما اعرف شنو صار، راسي اذيني كلش. خلي اشوف هاي شنو، بحيره بعد. اوه هذا منو؟ اوه هذا منو؟ اوه هذا يطير يطير. اوه هذا هذا ايش جاي يسوي؟ بس لا يشوفني، اعتقد هذا الشبح. اي هذا والله شبح، اعتقد هاي شنو جاي يسوي الشبح؟ والله ما اعرف، اعتقد جاي يكتب. شنو المطلوب من عندي؟ بس لا شافني، بس لا شافني، والله اعتقد شافني. اي والله شافني، ولا كلمه ولا كلمه. اعتقد هذا الشبح خطف الطفل، ما اعرف شنو القصه. بس دقيقه خلي اروح هذا الشبح وراح اشوف شنو السالفه. اي اي حاليا الشبح ما جاي يشوفني، يا رب يروح. اي راح راح، بس خلي يروح خلي يروح. اي هسه خلي يشوف شنو مطلوب. وين انا؟ بس اريد اعرف وين انا، والله ما اعرف هذا شنو. عبالي رجع طلعت بقره. هسه خلي ارجع واشوف شنو مكتوب هنا. أنا. الله يستر. وين الشبح؟ وين راح؟ والله ما اعرف، خلي اشوف شنو مكتوب هنا. شنو كان يقرا الشبح؟ شنو يقول الشبح؟ ها، إذا تريد تنقذ الطفل لازم تجيب السيف الخارق حتى تقتل الشبح. يا سيف خارق زين، ها يعني الشبح خطف الطفل ولازم أنقذ الطفل. بس الشبح ليش سوى هذا؟ من هو الشبح؟ ما أعرف. هنا شنو يقلي؟ ولا تنسى السيف موجود داخل البيت، البيت المسكون، احذر. أوف بيت بيت مسكون، والله ما أعرف شو أسوي. بس دقيقة دقيقة، وين البيت المسكون؟ أعتقد هذا موجود يمي. ها دليت البيت المسكون، أعتقد هذا. بس دقيقة خليني أشوف البيت المسكون وينه، والله ما أعرف وين أروح. والله ما أدري وين أروح. بس هاي شنو؟ آلة مال تطوير، يعني السيف الموجود لازم أخلي له تعويذة. بس دقيقة خليني أجيب السيف أول مرة، أعتقد سيف موجود بالبيت اللي موجود بالقرية. اعتقد هذا البيت المسكون اللي على اساس موجود داخل السيف. بس دقيقه شنو هذا؟ جاي اسمع اصوات، تسمعون؟ جاي اسمع اصوات، خلي انزل هنا والله يستر. والله اسمع الصوت توه. وين السيف؟ وين السيف؟ سيف 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 سيف. هاي هاي لقيت لقيت، هاي هي. اوف هاي هي مال الاسلحه، خلي اشوف وين السيف. اوه هذا السيف، اي لقيت السيف، اعتقد هو اي هذا. ست اعتقد هذا السيف اللي من خلاله راح اقتل الشبح. الله يستر، والله انا اعتقد الشبح اليوم راح يقتلني. وراسي بعد هيأذيني، خلي اول مره ارجع لمكان الشبح اول مره. يلا اطلع من الماء، يطلع لا يجي لي الشبح، اطلع. اي هسه طلعت اصعدت هنا. بس دقيقه خلي اجيب السيف اللي جبته. وين السيف؟ اي هذا هو السيف. هسه اريد اشوف الشبح وين. طبعا هنا أنا على اساس يقول لي تقتل الشبح، بس الشبح وينه؟ وينه والله؟ والله ما ادري وين الشبح. بس وهذا الشبح، بس لا يشوفني شبح، بس لا يشوفني. اوه لا شافني 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 شافني. لا 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 شافني شبح. لا 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 وين وين؟ ارجع والله يومك، ارجع اليوم انقذ الطفل. لا ضربته قويه، ضربته قويه. فليت فليت فليت، لا يجينا. منين افلت منين افلت؟ حاصرني حاصرني حاصرني، ما اقدر ادخل مكانه. وين؟ ولا لا جالي، ارجع 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 ارجع. لور راح يقتلني راح يقتلني، ما عندي طريقه، لازم اقفز منه. لور لور عمود 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 عمود. لا لا بالماي بالماي بالماي. اي وين طحت بالماي؟ وين وين؟ بس خليني انقذ نفسي، خليني انقذ نفسي، خليني انقذ نفسي. بس اصعد اصعد. وينه وينه وينه؟
بس لا جا وراي، بس لا جا وراي هذا. والله والله ما ادري جا وراي لو وينه وينه، اتوقع جا وراي وينه وينه. الله يستر. اجا وراي جا وراي وينه هذا موجود. والله اعتقد هذا اليوم اللي يقتلني. لا لا خلفني تخلفني تخلفني. اسمع انت ما تخوفني، اسمع ارجع ارجع. والله قلت لك شوف اريد اقول لك شغله واحده. لا لا ضحكتني هذا والله يخوف. خلى البيت هنا انا بالغابه بس بالقد ما يشوفني. والله هذا يريد يقتلني. هاي شنو؟ الشبح صار ما يتحرك. ليش؟ وين يبغى؟ بس دقيقة، وقف يم الوردة. ليش؟ ها ذكرت، هاي الوردة كان موجود يم الطفل وكان يبكي. بس ليش الشبح وقف يمه؟ اعتقد الطفل هذا هو ابوه مدري شنو. والله ما اعرف، يمكن الشبح ابن الطفل. قال جاي يباوع لي، يباوع لي بس ما جاي يضربني. ليش؟ بس اسمعني انت تتكلم لو لا تتكلم. بس جاوبني، اريد اعرف شغله واحده، وين راح الطفل؟ والله يستر. والله هذا شكل راح تصير الدنيا الصبح. والله ما اعرف ايش اسوي. اعتقد هذا الشبح اليوم راح يقتلني. اسمع، لا لا اسمع اسمع، خليني اقول لك شغله واحده، اريد انك تجاوبني. لا هاي ايش صار؟ تو وين الشبح؟ شنو ايش صاير؟ والله كان موجود شب. اعتقد لا 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 اعتقد هذا الطفل داخل الشبح. مش غلفني تغلفني. والله راسي يذحني، ما ادري شنو ايش صاير. ايش صاير هنا؟ والله ما ادري. اوف والله ما ادري ايش صاير. هذا الطفل شبح، ما اعرف شنو، ما اعرف شنو ايش صاير. خلفني تخلف خلي البيت اول مره. الله يستر. اخ راسي والله يؤذيني كلش. ايش صاير؟ والله ما اعرف. خلي يدخل المره داخل البيت. وين الشبح؟ اعتقد هذا الطفل لا لا اجى الطفل وراي. والله اعتقد هذا الطفل داخل الشبح. بس دقيقة دقيقة. اي والله داخل الشبح. جاي تسمعون الاصوات هاي لولا؟ داخل الشبح هذا. انا حاليا راح ادخل جوا بالبيت لحد ما تصير الدنيا ليل واطلع. اعتقد الشبح راح يروح من هنا. الله يستر. خلي تصير الدنيا ليل وباكر اصيح للشرطة. سانا شو ورطني وياه، شو ورطني. اوكي اعتقد حاليا راح هذا الشبح. والله ما اعرف اسوي ايش الساعة، صار لي اكثر من ساعة يوم موجود تحت الارض، ما ادري ثلاث. وهذا موجود. وين الطفل؟ اعتقد هذا الشبح يتحول بس بالليل يصير شبح والصبح يصير طفل. خل افتح الباب وشوف شنو موجود. وينه بس لا يسمعني، لا يسمع. اعتقد نايم. اي والله ما يسمعني. وينه وينه؟ لا شافني. لا 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 شافني شافني شافني. لا لا بس خل البيت. لا لا راح يقتلني راح يقتلني. البيت لا لا ارجع ارجع ارجع. لا والله مزيان سديت الباب، بس لا يفتح الباب. لا لا سد، لا يفتح الباب، لا يفتح الباب سد. لا 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 اعتقد يريد يقتلني. اعتقد يريد ارجع. والله هذا الشبح منين جالي؟ راسي يذيني كلش. شوفوا هذا الشبح لو يقتلني لو اقتله. والله لا لا ارجع ارجع. هذا بس زايد. ارجع ارجع. ممنوع تدخل، ممنوع تدخل. ارجع ارجع ارجع. والله هذا يريد يدخل. ارجع له. ضربته قويه، ضربته قويه. لا 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 ضربته قويه، ضربته قويه. اعتقد راح يدخل. والله ما تقدرني. اسمع، اذا انت تصيق الشبح ادخل هنا. ارجع. شوفوا طبعا يخاف من السيف. ها هذا السيف خارق يخاف. لا جاني جاني راح يقتلني. لا 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 خلنا نسحب خلنا نسحب. والله هذا السيف اعتقد ما يفيد. ولا لا راح يقتلني راح يقتلني. شوف شو تحاصرت حاصرت. جا لا لا جاني جاني جاني. شوفوا راح اصعد له من وسط الباب. بس يصعد كتله، بس يصعد كتله ثلاثه. لا لا ارجع ارجع ارجع. والله قلت لك اليوم اكلت لك. تعال ارجع ارجع. بس خلفني تغلفني تغلفني. لا راح يقتلني راح يقتلني. لا 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 راح افلت راح افلت. اوه الساعه 11 بالليل. بس هذا الشبح منين جاني؟ الطفل وين الطفل؟ والله ما اعرف شنو صاير. وينه؟ خلاص اليوم راح اقتله. تعال تعال بعد ما تخوفني. شوف راح اقتلك الخاطر الطفل. تعال وينك؟ خلف لي دايكتني، خلف لي دايكتني. شوفوا اذا افلت من اذا اهرب من الشبح يعني يقتلني، فانا ما اخاف منه. اليوم اقتله. تعال تعال اذيت ولك موت. والله هذا الشبح قوي. تعال تعال ولك تعال. والله ما تستسلم. يقول لي سامح. والله ما لا تصيح نص صوتك. ارجع تعال ولك موت. ولك والله العظيم اليوم تموت. موت كفو ولك موت. شنو؟ هيا انا وين؟ توديني ليش سوا الصبح؟ راسي يذيني كلش. معقولة؟ هذا الطفل نفسه اللي كان شبح. ايش صاير ما اعرف. شنو؟ هذا الطفل يضحك. مو قبل كان يبكي ما ادري شنو. شنو السالفة ما اعرف. اقول لك لا تضحك جاوبني. عمو بس اريد افتهم شغله واحده. انا وين موجود؟ بيا مكان. والله ما اعرف شنو هذا المكان.
ساعة يصير شبح، ساعة يصير طفل. ايش صاير؟ ايش صاير يا ساتر؟ اقول لك اكو كان شبح موجود بهذا المكان، تعرفه؟ لا لا ارجع ارجع، اكو شبح كان موجود بهذا المكان، تعرف هذا الشبح؟ اعتقد يريد يقتل. عفني عفني والله، قلت لك اليوم لا عفني عفني، لا عفني، لا والله اليوم ما قلت لك عفني. هاي شنو؟ معقول هذا كان حلم؟ لا لا اله الا الله، كان هنا شبح موجود وطفل؟ معقول هذا كله كان حلم؟ يعني هاي المعركة والشبح والطفل كله كان حلم وكابوس؟ الله يسترك، الله كريم. بس هذا الشباك مكسور، يعني كان موجود هنا قتال وشبح؟ انا اتذكره كان هنا كان شبح. معقول هذا حلم؟ والله ما اعرف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هذا البيت نفسه مالي؟ معقول كل هذا كان حلم؟ وبنهاية المقطع يا شباب، انا اتمنى اليوم الفيلم الاسطوري عجبكم. طبعا فكرة الفيلم هو حلم مرعب او كابوس. فشباب بنات، اللي اريده من عندكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات، واتحداكم بهذا المقطع نوصل 10,000 لايك. فما حب اطول عليكم اكثر، قنواتي بالوصف اشتركوا بيهن، وحسابي بالانستغرام ايضا بالوصف. انشر صوري، اسوي مسابقات، انشر اشياء جديدة دائما سرية. فاللي اريده من عندكم تابعوني على الانستغرام، وما حب اطول عليكم اكثر، وبس مع السلامة.